بنادق عمرها 35 سنة. منين منشأها؟ من شركات نجيبها شركات وعايدين صبغها واشترتها وزارة الدفاع. اللجنة مال الاستلام رفضتها، قالوا يابا هاي 35 سنة هاي تنفجر على الجندي. قالوا لهم مخرو انتم يا لجنة. جابوا لجنة ثانية تستلم. شقد مبالغ هاي؟ استاذ موسى الملف الثاني الاهم، انت تروح للدسمات. طبعا، لان هو قلت لهم ما كان ما رافع عليه قضيه على شرطه مرور ماخذ له كارت وجيبه ورده. لا هذا ما تقصد ظهر البلد ولا تقصد ظهر الموازنه، انت روح للملفات الضخمه. وطبعا هذا التقليد اعتمده بس الاستاذ الدكتور حسن الياسري، هم اعتمد الملفات، البقيه لا، قضايا متفرقه. طيب الملف الثاني الاستاذ العزيز، الملف الثاني الدفاع. الدفاع ايه الدفاع استاذ الفاضل، اكو فيه شغلتين. الشغله الاولى اهميته بالبلد تعلق بامن وحياه الناس، امن وحياه الناس وسياده البلد بالضبط. والشغله الثانيه ضخامه المبالغ المصروفه عليه. ايش لقيت اللي تصرف على الدفاع، وخصوصا انه صارت مثل ما يقولون اعاده تجديد عقيده عسكريه، انه السلاح السابق كله يتم التخلي عنه ونسلح من جديد. مع انه وكو عقيده عسكريه؟ هذه العقيده اللي هي الخروج من السوفيتيه الشرقيه الى الغربية. الامريكيه الغربيه. وطبعا قبل يوم لا حظنا بالسوفيتيه ولا بالغربيه ولا بالعراقيه. وقبل يوم سمعته هاي شغله تسجل اليه من السيد عادل عبد المهدي، انه اصدر كتاب باعاده 150 مدرعه كانت من قبل 2003 ما مستخدمه اعادتها للعمل، لانه كانت على اساس من الحقبه السوفيتيه. استاذ الفاضل بالنسبه للدفاع اهميته اولا واللي حضرتك انت قلتها، والشغله الثانيه ضخامه المبالغ. الشيء الثاني استاذ العزيز، ما يقبل غلط، ما يقبل غلط. يعني قماش، بضاعه، شكر، شاي، يعني مو كلش مضبوط، يعني اضرارها نسبيه. بس البندقية أو المدفع أو الطائرة اللي عند الجندي إذا مو صالحة تنفجر عليه، يعني مو بس ما تقتل العدو، تقتله هو نفسه. زي ايش لقيت؟ فأستاذ الفاضل اللي لقيته من الملفات الضخمة اللي هي شراء طائرات من قسم من الدول الشرقية من أوروبا الشرقية، طائرات يعني فالصو مثل ما نقول، وطلعت معظم المسؤولين قالوا يا ابا هذه الطائرات مالتكم ترى فاشله. زين ليش فاشله؟ خلينا نحكي ليش فاشله، يعني بها خلل وقديمه مو بنت زمانها من جيل اخر من الطائرات. استاذ الفاضل مثلا هسه راح اضرب لك وحده تخص غير الطائرات وتجيها. بنادق عمرها 35 سنه. منين منشأها؟ من شركات نجيبها شركات وعايدين صبغها واشترتها وزارة الدفاع. اللجنة مال الاستلام رفضتها، قالوا يابا هاي 35 سنة هاي تنفجر على الجندي. قالوا لهم مخرو انتم يا لجنة. جابوا لجنة ثانية تستلم. شقد مبالغها هاي؟ مبالغ كل شوية، بس خلي اجيك بالشغلات. عندك المدرعات، مدرعات همين من صربيا ومن كذا، همين قديمة ومصبوغة. استاذ الفاضل اكو شغلة يعني نوعيا علمتني، وهي اجاوا ضباط من قبل 2003 شباب. هذول الضباط قالوا يابا احنا صورنا شغله صدام وهجوم الامريكان استغرق شهر نص شهر وينتهي. فكان الحكومه في وقتها اتجهت الى اخفاء الطائرات بالبساتين بالتاجي وبالكذا والمحركات مال الطائرات، فخفيناها بالبساتين مال التاجي. بعدين من شفنا الوضعيه هيك طولت شهر شهرين، قلنا لا بعد ماكو. فبهالحاله حرنا احنا مجموعه ضباط شباب، طبعا هم خارج الخدمه العسكريه، اي بعد وارد الجيش السابق. فقلنا نفيد بلدنا بهاي الطائرات، فقلنا يا هو افضل واحد يستفاد منها. فلمحنا نادي القوه الجويه اللي بالمنصوره اللي راسه الشهواني، فقالوا احسن شيء هذا نادي مال القوه الجويه التدريب نهدي يعني نقدم له اياه.
نادي شنو نادي القوة الجوية؟ مال تدريب رياضي لو شنو؟ لا تدريب عسكري. اسمه نادي القوة الجوية؟ نادي أو مركز تدريب. ما حد اللي اللي بيها الطيارة بالقدامة. المهم جانا الكتاب مالتهم الشكوى وجانا عقد نسختين، واحدة موقعة وواحدة ما موقعة. شنو هو الكتاب؟ عقد بين وزير الدفاع. من هو؟ سعدون الدليمي، وبين مدير البلاك ووتر الأمريكية. الأمريكية هو مو أمريكية، هي أمريكية بس مرتزقة من كل دول العالم. شنو العقد؟ شنو الموضوع؟ العقد شو يقول؟ يتعهد الطرف الثاني اللي هو بلاك بلاك ووتر بنقل هذه الطائرات مقابل أنه ما يأخذ لقاء نقلها فرشية من الطرف الأول. وين ينقلها؟ تشوف اللطيف وين ينقلها؟ هم طبعاً سلموها، سلمها. منين ينقلها؟ من العراق لبرا؟ من نادي القوة الجوية أخذها دخلها للبلاك ووتر، والبلاك ووتر استخدموها. أدري بيع؟ قلت لك بدون مقابل. المقابل هو أن ما يأخذون عليهم فلوس لنقلها. جتك الشغلة. فهذولا من قدموا طلب للسيد الشهواني في وقتها؟ الشهواني بصفة رئيس مخابرات؟ محمد إيه. فيا هذا هو رئيس نادي، هو رئيس المعهد، انه هذا نادي الطائرات. فقال لهم جيبوهن. جابوهن راحوا انطوهم المن للبلاك ووتر. قلت لهم لحظه، ايش قد كم طائره تقريبا؟ 8 طائرات. ايش قد؟ 8 طائرات. قلت لهم لحظه، هاي الطائرات يورانيوم، يراد لها تعبئه وكذا، ويراد لها فلوس لنقلها تكلف. هذا تحطهم على لودر، لودر مال نقل اسمنت توصلهم. شلون ليش بلاش؟ فلقيت العقد ذاك موقع بس السيد سعدون الدليمي ما موقع. قلت لهم احنا نريد الطائرات. فحلتها للمحكمه. من حلتها للمحكمه راحوا ادوا الشهاده. من راح؟ هذول الضباط وتابعوها ويعني وحاولنا نحترس. تقدم الدعوه على من؟ على وزاره الدفاع. على الوزير يعني؟ على الوزير وعلى الشهواني. فورا سنة سادر عزيز أنا فارقت الهيئة ورجعت. قلت لهم وين صاروا؟ وحتى واحد منهم شاهد، وهذا الشاهد يعني أخذناه بمكان، خليناه بالمنطقة الخضراء، وبلغ أهله أنه رايح لسوريا لأنه حتى لا يتم اغتياله. ورا سنة أو أكثر رجعت لها، وين صارت هاي موضوع الطائرات؟ قالوا هذول الضباط انطوهم جوازات السفر وراحوا لأمريكا. ضباط يعني لو تصيرون خوش وادم وها جوازات السفر وروح لأمريكا لو تتم التصفية هذه يعني شو راحوا لأمريكا شنو تنتهي القضية الملف ينساد من الشهود فضلت أنا متابعة متابعة منه هذا باعتباره ما موقع سعدون دي إيه فضلت متشلب بيمن بالشهواني الشهواني اقول لهم يا جماعه السيد عبد الله الشهواني حتى بوقتها اقول لهم احترم الرجل وهذا يعني هو موظف انا موظف بس اخوان هاي طائرات العراق بس عبد الله مو طرف عبد الله طائرات العراق لانه انطوه اياه للمعهد خشون انطيع انطوه اياه للمعهد من اللي انطوه اياه؟ الضباط زين الاستاذ الفاضل هذا الثمان طائرات وراها مو شنو نوع الطائرات؟ ميج لو شنو؟ لا عموديه اللي حصل شنو انه عمودية شنو نوعها؟ عموديه هاي مروحيه تقصد مروحيه إيه؟ اللي حصل انه اجت الشهادات مال هذول الضباط وغيرهم قالوا مو بس ذن الثمان طائرات هذن اللي بدناهن مثل ما نقول ختناهن بالبساتين بس بالتاجي اكو صناديق محركات مال طائرات ميج بعدها بالباكيتات واستولوا عليها الامريكان جيبه وكذا وضاعت السالفه ورا سنتين او ثلاثه من مغادرت للهيئه واذا واحد يطلع يشهد قال يابا هذه بعناها الوحده بمليون ما ادري 4 ملايين بعناها على الهند منو باعها؟ باعوها اللي لهم صله بالدفاع فاسدين يعني بس من الدوله العراقيه انباعت؟ لا اشخاص انسرقت مثلا هذول اي نعم شلون شخص يبيع الدوله؟ اخي استولوا عليها اوكي استولوا عليها الدول ما تشتري من اشخاص لا مو الدوله اللي باعت انا استوليت انت لا تقول باعت للهند ايه
الهند ما تشتري إلا من دول ما تشتري. لا من يا أستاذ الفاضل، شركات بيع السلاح وتجارة السلاح يعني أفراد بقوا ضباط لو شنو؟ إيه 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 ضباط مو منتسبين حاليا بالقوات المسلحة، منهم منتسبين ومنهم، وطلعت حتى بالتلفزيون حتى هذا اللي بعمان شو اسمه المحكوم 280 سنة زيادة القطان؟ إيه وحملته واعترفوا عليهم. وين الحكم 7 سنين هنا؟ وين رجعوا جابوا لا هو مجموع السنوات طبعاً، وبالمناسبة هسا أقول لك على عدد السنوات هاي الهائل شهدوا وموجودة بالأرشيف بالفضائيات العراقية بالبغدادية خصيصاً، شهدوا شهادة عيانية قالوا يابا بعناها انباعت للهند لأنه الهند لا زالت تستخدم الليك. من الطرف المستفيد؟ من قبض الفلوس؟ الأطراف الفاسدة، من اللي يشتغلون بالدفاع واللي هم ذيول لسياسيين خارج وزارة الدفاع. يعني تقصد وزير الدفاع؟ مو بضرورة وزير الدفاع، بس مثلاً موظف عند وزير الدفاع. زين تنباع من وراء ظهر الوزير لو يدري الوزير؟ لا تنسرق من المخازن وقالوا يا بالأمريكان، الأمريكان سرقوها، الأمريكان خو ما يبيعوها للهند باسمهم، ينطوها الزيد من الناس بتجارة. بس يا أخي هذه مهمة ما تعقل، يعني هاي محركات شلون تنقل خارج العراق؟ الهند من قابل طائرات هندية تأخذها بدون علم الدولة العراقية مهما تكون فالت الدولة العراقية. أوكي الهند عن طريق شركة باعت، نقلها إلى خارج العراق شلون يتم؟ أستاذ العزيز ارجع لهذا الأرشيف. لا أنت أوكي بس أنت وضح لي انباعت ضباط من وراء ظهر وزير الدفاع باعوها الشركات والشركات يعني صعب. شون تنقل؟ شون تنقل المحركات؟ إيه؟ شون تنقل الأسلحة اللي راحت لإيران بوقت الكاونترا ما أدري شو يسموها مال ريغن؟ لا أستاذ العزيز تجارة الأسلحة والمخدرات والكذا جاي تروح من كوريا للكولومبيا يم أمريكا. لا هذا الجوانب بس نقول لهم أردوصل معناها أكو جهة عليا بالدولة متواطئة أو تعلم أو غضت لا أستاذ الفاضل خلي أقول لك بهذا الجانب. قبل 2003 قبل 2003 من يقولون أكو تهريب مال آثار من الناصرية من السماوة من بابل، نقول واحد من اثنين لو عائلة صدام لو اللي قريب العائلة صدام بعد 2003 شدتت هذه صار كل واحد يقدر يسوي يهرب آثار يسرق آثار ويهرب نفط يهرب أسلحة يهرب كذا.